يخص الشق الاجتماعي. اليوم كنشوفوا انطلاق اشغال ديال جوج الملاعب القرب اللي بالتكلفه ديالهم حوالي 800,000 درهم بشراكه الواحد يعني بشراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. وفي نفس الوقت كنشوفوا العشب ان غادي يكون عشب في الملعب الداخله زائد مضمار لالعاب القوى. هذا الملعب اللي تقريبا عنده واحد حوالي 31 سنه اللي هو التراب، الان الحمد لله من الاربعه اشهر اللي هي مده الاشغال غادي تنطلق الاستغلال ديالو من جميع الفرق، سواء الرياديه سواء الجمعيات اللي كتهتم بالعاب القوى سواء المدارس الرياديه المحليه. بمناسبه عيد العرش المجيد، بمناسبة عيد العرش المجيد اليوم دشن عامل صاحب الجلالة على عملية المحمدية ملعب الداخلة اللي غادي يتغير العشب الصناعي ديالو، ودشن كذلك جوج مركبات سوسيو رياضية. هاد المعلمتان ستضاف إلى المعالم الرياضية واللي غادا تساهم في تنشيط وازدهار القطاع الرياضي. كنسجلوا بك الارتياح العمل رئيس الجامعه المحليه اللي كيقوم بمجهودات كبير من اجل تطوير هذا القطاع الرياضي والثقافي، وشكرا. بعد مشاهدتكم للفيديو لا تنسوا الاشتراك بقناتنا زناتا نيوز والضغط على زر الجرس للتوصل بجديدنا.